إحدى المشاكل وإحدى الأزمات توصلت حكومة إقليم كردستان الحكومة العراقية يعني الحكومة الاتحادية إلى حلها. يعني مشكلة سنجار ترى مشكلة كبيرة مو مشكلة صغيرة. يعني ترى سنجار مو بس بها يزيدين، سنجار بها أكراد شيعة وبها مسيح كرد سنة وبها عرب وبها مسيحيين، صح بها كثير من الأطياف سنجار. يعني أخاف ما تعرفون ترى 60-65% من قضاء سنجار، مو أقصد لك داخل سنجار، داخل أكو بها عرب وبها عرب سنة وشيعة سنجار، بس 60-65% نواحي وقرى اللي تابعة القضاء سنجار أكثرها عرب. فموضوع سنجار يعني موضوع معقد وشائك جدا، يرتبط بدخلوا عليه البككة ودخلت عليه تركيا على الموضوع، وسوريا دخلت وجيش الحر وجيش النصرة وداعش والحشد والحكومة الاتحادية والجيش العراقي، ولحد الآن ما انحلت. بس بهذا الموضوع اللي صار أنا أقرأ ولا أريد أن أنحاز لا للحكومة الاتحادية ولا لحكومة الإقليم. زين، يعني موضوع انحل. سنجار صار له من 13/11/2015 2014 متحرة، ولحد اليوم ما شفنا بلوكة بنت بيها. يعني انت طلعوا منها البيشمركة، طلعت من سنجار وحرروها البيشمركة ورجعوا انسحبوا البيشمركة منها على اثر دخول البككة وعلى اثر دخول الشرطة العفو والحكومة الاتحادية بيها، ولحد هذا اليوم زين لا اهل سنجار يقدرون يرجعون اي ولا الحكومة تقدر تفضل القوة والقانون على سنجار. زين جاوبني نعم. حتى ارجع للاستوديو لان هاي مهمة اللي ذكرتها. يعني انت الان مع موقف الحكومة بقضية الان اللي الاتفاق اللي يسمونه الاخير حيال سنجار، انت مع هذا الاتفاق؟ دكتور اي منطقة ينرفع عليها العلم العراقي الاتحادي، العلم العراقي كل الاعلام الباقي تنزل ما يبقى علم. بس اليوم سنجار ما بيها علم عراقي يا اخي، ما بيها. روح تفوت على سنجار، انزل بالشوارع مع سنجار، كل اعلام مال بككة، اعلام مال بككة، يبكة وبككة ويبدا، هذول كلها جونا من التفرعات مال بككة، إضافة أنه جبل سنجار بيد البككة. زين أستاذ طارق أنت لا تسمع حكي من ذاك ومن هذا، والله علم عراقي ماكو واحد. أي هسه أوكي يحجونا من كان لا دقيقة أي. قبل سنة ونص من قتلوا جنود اثنين من الجيش العراقي وقت اللي كان نجم الجبوري قائد عمليات، منو أخذ ثارهم؟ منو راح جاب الدم مالهم؟ منو؟ ما حد راح أمام أعين الجيش العراقي جنود اثنين، لا شرطة ولا بيشمركة ولا مدنيين. جميل، جنود اثنين انا راح ارجع لك قالت عمليات نينوى.